سننتقل بعدها الهرمون. هسه راح ندخل بالموضوع اللي هو الانسولين. اوكي، هرمون الانسولين هو يعني احنا هو هذا اللب الموضوع، الاندوكراين سيستم عبارة عن هرمونات. فجينا هسه توصلنا الهرمون اللي هو الانسولين. هذا الانسولين قلنا شنو عندنا؟ هو عبارة عن انه هرمون الخير، هرمون العزيمة. اوكي، دائما من نحكي نجيب طاري يقول انسولين نذكر العزيمة ونذكر هذا بوفليس. ليش؟ لانه هو ينفرز باوقات العزائم، ومن ينفرز باوقات العزائم شي يسوي؟ يقعد يضم. اوكي، يدخر. زين، منين ينطرح؟ ينطرح من البيتا سيلز. اوكي، عرفنا اللي موجودة بالبنكرياس ويعتبر ببتايد هرمون. اوكي زين، هذا الحشي بيناتنا مال انه احنا هو مثلا عزيمه وبوفليس وهذا، بس ك يعني كفيسيولوجي الاستيميوليشن مالته، يعني من اللي يقول يعني للانسولين انفرز، الاول شيء عندي هو الجلوكوز. زين، وقت العزيمه الاكل يزداد، يعني مستوى الجلوكوز راح يزداد. فمن عندي جلوكوز هواي راح يروح للبيتا سيلز، وفد ميكانيزم معين هسه راح نجي ناخذها بالسلايدات الجايه، راح ينطرح من خلال يعني الجلوكوز المستوى العالي يخلي الانسولين ينفرز للبلاستيرين، او عندي يجي بارا سمباتيك نيرفس سمباتيك انيرفيشن. اوكي، بحيث انه هذه النيورون اوكي تطرح النيورو ترانسميتر مالتها، واللي عرفناه من هو الاسيتال كولاين، ومن خلال الريسبتر مالته راح تصير سلسله احداث وتؤدي بالنهايه انه الانسولين ينطرح. اوكي، فنشوف الانسولين هذا انطرح وراح للبلاستيرين. زين، فاذا الاستيميوليتد باي شنو عندنا؟ السيركيوليتنج جلوكوز والباراسمبثيتك نيرفس سيستم. زين، وعندي هذا الريسبتر مال الاسيتال كولاين، اوكي اسمه المسكارينك ريسبتر. اوكي، اللي هو عباره عن جي بروتين كابل ريسبتر، من يرتبط به الاسيتال كو اي راح يصير يعني سلسلة أحداث، بحيث أكو يعني فد شانل بصفة. أوكي، راح تنفتح ويدخل المعدة أيونات للسيل. أوكي، هسه راح نجي نشوف شلون هذا الجلوكوز والباراسمبثيتك نيرفس سيستم يأثرون عليه. إنه أنا عندي هسه الجلوكوز موجود بالخارج، أنا هنا دا أحكي عن من؟ على البيتا سيلز. أوكي، اللي موجودة بالبنكرياس، وعرفنا انه هي شبيها قلنا البنكرياس والكبد انانيات عندهم جلات 2. اوكي، بحيث يدخل الجلوكوز بغض النظر عن مستواه. اوكي زين، فبذلك اقدر اسوي يعني فد علاقه بين الجلوكوز والانسولين، كل ما كان الجلوكوز عالي كل ما كان الانسولين عالي. اوكي، يعني كل ما الجلوكوز عالي راح يدخل ويصير سلسله احداث تخلي الانسولين ينفرز بالخارج. تمام زين، الجلوكوز طبعا طريق هذه الجلات 2 هاي هنا دخل، راح يصير لعندنا شنو؟ قلنا الجلوكوز دائما يتحول الى هاي الجلوكوز 6 فوسفيت واخذناها من الساعه، يصير له اوكسيديشن وما ادري شنو هالسوالف، بحيث بالنهايه تطلع لي اي تي بي. اوكي، واحنا عرفنا هاي مال الكريب سايكل والجلايكوليسيس، تطلع لي معناتها اي تي بي. هاي الاي تي بي اللي هواي انه انا عندي اصلا بالطبيعه بالبيتا سيل عندي هذا الشانل مال بوتاسيوم، بوتاسيوم شانل هذه تتحسس كلش من الاي تي بي. تمام، بحيث انه من يشوف الاي تي بي هواي تزعل وتنسد. اوكي، فهنا اجى الاي تي بي اللي هواي هي تتحسس منه انسدت. اوكي زين، انا عندي بالطبيعه السيل انه تحمل اشاره، يعني اشارتها بالداخل مقارنه بالخارج اني اقدر اعتبرها يعني نيجاتيف تشارج. اوكي، وبالخارج عندها بوزيتيف تشارج. زين، بما انه انا سديت هذه البوتاسيوم شانل، هذه خطيه كان شو تسوي؟ كانت يعني تخلي البوتاسيوم يطلع من السيل. اوكي، البوتاسيوم يطلع من السيل بحيث انه تحافظ على البيئه الداخليه السالبه مالتها. زين، بما انه سدت البوتاسيوم اتجمع داخل السيل واللي هو يعني يحمل بوزيتيف تشارج، فراح يصير عندي ديبولاريزيشن. اوكي، انه الشحنه مال السيل راح تتغير. ليش؟ لانه انا عندي هنا الشحنه الموجبه تراكمت داخل السيل، عندي اكو قناه ما تصدق يصير ديبولاريزيشن وتنفتح. اوكي، اللي هي من هذه عندنا الكالسيوم شانل اللي هي فولتج جيتد شانل، ما تصدق بس يصير ديبولاريزيشن راسا تنفتح وتدخل الكالسيوم. دخل الكالسيوم طبعا انه انا عندي هنا الانسولين بتجمع بجرانيولز.
اوكي هسه بالسلايد الجاي راح نعرف انه شلون يتجمع بهذه الجرانيولز. انه احنا قلنا الانسولين هو مو بيبتايد هرمون صح؟ البيبتايد هرمون يعني هو شنو؟ يعني جاي من امينو اسيد، امينو اسيد مع بعضهم متجمعين زين. هاي الامينو اسيد والامينو اسيد من الجمعه دائما ذكرنا بالترانسكريبشن وترانزليشن اوكي، فعباره عن جين وصار ترانسكريبشن وترانزليشن وسوالي هذا البروتين اللي هو يعمل هنا كهرمون اللي هو الانسولين وجمعته بجرانيولز. بس هو شنو ما ينفرز اذا ما تصير هذه السلسله مال الاحداث، فطلع عندي هنا الانسولين. تمام اذا هسه نعيدها، انه انا عندي هسه وقت انه الانسولين شو وقت يعني ينفرز وقت العزائم اوكي، يعني لما الوقت اللي يكون الجلوكوز يعني مرتفع اوكي زين. هنا راح يدخل الجلوكوز عن طريق هاي المالت الجناز اللي هي الجلات 2 اوكي زين. من دخل الجلوكوز طبعا ما عنده فد نيجاتيف فيدباك اوكي، يدخل راح يدخل عندنا هذه سلسله احداث تعطيني هواي اي تي بي، عندي قناه كان ايش نسوي تخلي البوتاسيوم يطلع من السيل اوكي، يطلع البوتاسيوم من السيل. شافت الاي تي بي هواي تحسست وزعلت سدت قناتها، انه بتراكم البوتاسيوم بالسيل، سوى شحنتها موجبه، سوى ديبولاريزيشن. عندي شانل ثانيه ما صدقت راسا انفتحت ودخلت الكالسيوم، الكالسيوم طريقة معينة راح يخلي الانسولين يخرج الخارج اوكي. هسه هنا راح نحكي على السنثيسيس مال الانسولين شلون يتكون اوكي. عندنا قلنا انه في جين معين صار ترانسكريبشن وده يصير له ترانزليشن وين بالرف اندوبلازميك ريتيكولام اوكي. فهنا اللي موجود بهذا الرف اندوبلازميك ريتيكولام شو نسميه؟ نسميه البري برو انسولين اوكي، ونشوف انه هو قبل يعني هذا الانسولين قبل لا نشوفه بهذا الشكل يحتوي على 3 chains اوكي، A و B و C اوكي، واكو جزء زايد اللي هو هذا الان تيرمينيت سيجنال بيبتايد اوكي. فايش راح نسوي له؟ راح نوخر هذا البرتقالي اوكي ما نريده زين، وش راح يتحول اسمه؟ راح يتحول اسمه الى برو انسولين اوكي. هذا البرو انسولين هسه ايش بيه؟ يحتوي الاي والبي والسي تشين اوكي زين. راح يروح بعدها وين؟ راح يروح للش اسمه الجولجي ابيريتاس اوكي مال البيتا سيل نفسيتها. راح يعني راح يعني يصير له راح يتجمع بجرانيولز هو وانزيم اسمه بروتييز اوكي. اسمه بروتييز يعني هذا يعني كسر البروتين، فراح يكسر هنا شنو عندنا الاي والبي تشين اوكي، واللي هم راح يكونون الانسولين، وراح تبقى هذه السي تشين نسميه احنا سي بيبتايد اوكي. هاي السي بيبتايد لها دور مهم، اذا ما عجبتنا هسه بس هي لها دور مهم. شنو دورها؟ اكو اصلا هو يعني في التيست معين خاص هو سي بيبتايد تيست، يقول is often used to help tell the difference between type 1 and type 2 diabetes. اذا هسه احنا شفنا انه هسه الجرانيولز تحتوي على انسولين وسي بيبتايد تمام، فهنا انه يعني اقدر اعتبر السي بيبتايد هي يعني اشاره لمستوى الانسولين اللي موجود بالدم زين. فيقول انه هنا اذا البنكرياس ما يعني ما يصنع انسولين بالكميه الكافيه، ايش راح اسالقى؟ القى ايضا السي بيبتايد ما موجود بالكميه الكافيه من اسوي له التيست اوكي زين. هذا وين معناها حددت انه هذا عنده تايب 1 دايابيتس اوكي. اذا التايب 1 دايابيتس انه هو شنو؟ البنكرياس مالته ما يصنع يعني انسولين اوكي، فمن اسوي له التيست القى السي بيبتايد ما يعني موجود بكميات قليله زين. بينما ابو التايب 2 دايابيتس هنا الجسم هو يصنع انسولين بس ما يستخدمه بالصوره الصحيحه، فبالتالي شرح القى من اسوي هذا السي بيبتايد تيست راح القى انه السي بيبتايد ليفلز هاير ذان نورمال اوكي، القاها اكثر من الطبيعي، وبالتالي حددته انه هو تايب 2 دايابيتس زين. اذا هسه عرفنا الانسولين كان موجود بجرانيولز،
إجافة ستيمولس معين، سواء يعني الجلوكوز نسبته المرتفعة أو الباراسمبثيتك نيرفس سيستم، وانطرح هرمون الإنسولين. زين، قلنا إنه الإنسولين هو والجلوكوز يكونون يعني بنفس الليفل، لما يكون يعني أقصد يعني يكون نسبة الجلوكوز مرتفعة معناها نسبة الإنسولين أيضا مرتفعة. انطلق هسه هذا الإنسولين ليمشي بالبلاست تريم، أني من يشتغل على يا ريسبتر اسمه التيروسين كاينيز ريسبتر. أوكي، عندي هذا الإنسولين، هذا التيروسين كاينيز ريسبتر عندي يعني موجود نقول يعني تقريبا بوحدتين. أوكي، يجي هنا الإنسولين يرتبط بهاي، والإنسولين الثاني يرتبط بهاي، بحيث راح يندمجن الوحدتين مال التيروسين كاينيز ريسبتر. أوكي، من هذا هو شوي شنو هذا التيروسين كاينيز ريسبتر، هو اسمه ريسبتر. اوكي، يعني راح يستقبل فد لايجن معين اللي هو من نوعين الانسولين، من راح يرتبط به الانسولين راح يسوي اكتيفيشن لهذا الريسبتر، هذا من اسمه تيروسين كاينيز. هذا النوع من يعني الريسبتر هو مصنوع من بروتين. اوكي، والبروتين عباره عن امينو اسيد، فالامينو اسيد اللي يكون هذا النوع من البروتين اللي دا يشتغل كريسبتر او كده ودا يشتغل كانزيم بنفس الوقت هو التيروسين. اوكي، زين، كاينيز ليش سميناه كاينيز؟ لان هو دا يعمل يعني كانزيم. اوكي، واحنا عرفنا غدنا بالفيديوهات السابقة كاينيز معناها هذا شنو، ينقل فوسفات من مكان لمكان. اوكي، فراح يجيب اول شيء الفوسفات ينقلها يعني يحطها على التيروسين نفسيته. اوكي، يعني اول شيء راح يفسفر حاله، وبعدين راح تستمر عمليات الفسفره وتقود بالنهايه الى يعني سلسله احداث تسوي حدث معين، وغالبا ما انه هذا الحدث يصير على الجينات. اوكي، فلذلك الانسولين يلعب على الجينات. اذا انه الانسولين بيمن يرتبط بالتيروسين كاينيز ريسبتر. اوكي، واللي هذا بعدين قلنا انه عباره عن هو شلون يعني مثل مكان يعني راح يستقبل ريسبتر ومكان انزيم. اوكي، بحيث انه تجي المواد يعني تصير بها نقل بالفوسفات، يفسفر نفسه وبعدين يفسفر مجموعه من البروتينات وتصير الحدث، واللي قلنا غالبا ما يلعب على الجينات. زين، هسه الفانكشن مال الجلوكوز شنو؟ أقصد الإنسولين، الفانكشن مال الإنسولين شنو شي يسوي؟ أول شي جلوكوز أبتيك. شلون؟ إنه أنا هسا عندي جلوكوز نسبته مرتفعة ديمشي بالبلاد وهواي، الإنسولين هو علاقته طردية بالجلوكوز، إذا بما عندي جلوكوز هواي إذا الإنسولين راح ينفرز من هذا البيتا سيل، وين راح يروح؟ يروح لهذا الريسبتر مالته اللي هو من التيروسين كاينيز ريسبتر. صارت عم تفسفر سلسلة أحداث، هذه سلسلة أحداث راح تنطي دفعة لهذا الجلات فور. أوكي، بحيث تروح هذه الجلات فور اللي هي عبارة عن جلوكوز ترانسبورتر. أوكي، بس هي قلنا شنو كانت موجودة بجرانيولز وما راح للسيل ممبرين، راح ينطيها دفعة وتروح للسيل ممبرين وتدخل الجلوكوز، وراح استفاد أني من الجلوكوز. أوكي، زين، هذه الأحداث وين تحدث؟ تحدث بالمصل والأديبوس تيشو. ليش؟ لأن إحنا قلنا الجلات فور وين موجودة؟ موجودة بالأديبوس تيشو وموجودة بالمصل، وقلنا هذا إن حبابات متفهمات، يعني من نسبة الجلوكوز قليلة ما تدخل الجلوكوز إليها. أوكي، من تكون نسبة الجلوكوز مرتفعة يجي هالإنسولين ينطيها دفعة للجلات فور وتدخل الجلوكوز. أوكي، زين، هذا الحكي ونسيت عنا. ثاني شغلة يفيدني بيها بعملية الجلايكولايسيس. أوكي، اللي وين تصير عملية الجلايكولايسيس؟ إنه أنا أسوي بريك داون للجلوكوز وأطلع من عنده جزيئات الطاقة، وهذه تصير بالمصل والليفر. أوكي، عملية الجلايكولايسيس تصير وين؟ بالمصل والليفر. ما أدري إيش يعني هو من بينات يعني المصل والليفر. راح أكسر الجلوكوز. شلون دور الإنسولين شنو؟ يزيد من الاكتيفيتي اوف ذيس انزيمز اللي هما عندنا هذا الفوسفو فريكتو كاينيز. اوكي، وعندي ايضا انزيم ثاني لهذا البيروفيت دي هيدروجينيز، هذا بعدين يعني ما موجود هنا، ايضا يساهم يزيد من الاكتيفيتي مالته بحيث يسهل من عمليه الجلايكوليسيس. اوكي، زين، انا هنا بعد اخذ يعني ثلاث مناطق اللي هما المصل والليفر
والاديباس تيشو. الانسولين قلنا يشتغل على من؟ على هذني ثلاث يعني ثلاث شغلات اللي هما المجمدة مال الجسم اللي هما قلنا المصل والليفر والاديباس تيشو. فالجلايكوليسس هل ممكن يصير بالاديباس تيشو؟ لا مستحيل، يعني ما يعني اكثر شيء يصير بالمصل والليفر. زين، الانسولين يزيد من عملية الجلايكوجينيسيس. اوكي، جلايكوجينيسيس اللي هي انه اني اضم الجلوكوز على هيئة جلايكوجين. اوكي، ايضا وين هاي العملية وين تصير؟ تصير بالمصل وبالليفر. شلون؟ انه من خلال راح يزيد من الاكتيفيتي مال الانزيمز اللي يعني تتضمن بهذه العملية. اوكي، اللي هو عندنا الجلوكوكينيز وايضا الهكسوكينيز. اوكي زين، ويقلل من عمل هذا الانزيم اللي هو الجلايكوجين فوسفوريليز. هذا الانزيم شو يسوي؟ يكسر الجلايكوجين. هنا انا ما اريد اكسر الجلايكوجين، انا اريد ابني جلايكوجين. اوكي، فالانسولين راح يروح للمصل والليفر، السيل مالتين يدخل بها يسوي سلسله احداث يزيد من الاكتيفيتي مال هذني الانزيمات اللي تتضمن عمليه الجلايكوجينيسيس اللي هم الجلوكوكينيز والهكسوكينيز، ويقلل من عمل هذا الانزيم الثاني اللي يسوي بريك داون الجلايكوجين. اوكي، واحنا قلنا هذا الانسولين يدخر. اوكي، فضم الجلوكوز على هيئه الجلايكوجين، ضم الجلوكوز، دخل الجلوكوز المن هذني السيال البدايه غناها سوى جلوكوز ابتيك. اوكي، ومن دخل الجلوكوز ايضا راح يسوي طاقه ويعني بالجسم يستفاد منها. وش راح يسوي النقطه الرابعه؟ وظيفه الانسولين يسوي انه الليبوجينيسيس. اوكي، اللي هو يبني الدهون. اللي وين هذه؟ هنا نصير عملية، احنا قلنا نشتغل على ثلاث اورجان. هل انه الليبوجينيسيس يصير مثلا بالمصل او الليفر؟ لا، يصير بالاديبوس تيشو. زين، فراح يبني دهون. اوكي، قلنا انه هو ده يدخر. شلون؟ يزيد من الاكتيفيتي اوف انزيمز ذات انفولف ان اللي جسمه الليبوجينيسيس اللي هو عندنا هرمون مهم، انزيم العفو مهم اللي هو اللايبوبروتين لايباز. اوكي، هذا الانزيم انه انا عندي طبعا شنو عندي؟ هذا الكولي مايكرون والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين. اوكي، اللي هذه عباره عن بروتين فاتي اسيد. فايش راح يسوي؟ يعني هذا الانزيم يعني بطريقه معينه، فهذا الانزيم اللايبوبروتين لايباز يسهل من البريك داون اوف هذا الكولي مايكرون والفيري لو دنسيتي لايبوبروتين، يحولهم إن من يحولهم إلى فري فاتي أسيد، وبعدين هذه فري فاتي أسيد يهم يضمها ويسويها على هيئة شو اسمه الترايجليسرايد. أوكي، فإذا هو ده يزيد من الأكتيفيتي of this enzyme اللي هو لايبوبروتين لايباز، إنه break down of this كوليمايكرون، يعني هذا المركب يحتوي على بروتينات ودهون، يكسره ويطلع الدهون من عنده والدهون يروح يضمها. الفاتي أسيد على هيك هذا ترايجليسرايد. الوظيفة الخامسة وين يروح؟ يروح بالكبد، رايح للكبد خصيصا. اوكي، على مود الشي يسوي يقلل من تكوين الكيتون بادي فورميشن. اوكي، احنا قلنا اصلا الكيتون باديز تنفرز شوية، تنفرز يعني لما كلش كلش محتاجتها. اوكي، يعني باوقات المجاعة والستارفيشن. فبما انه عندي يعني يعني وقت خير وعزيمه فماكو داعي. اوكي، فهو يقلل من افراز الكيتون باديز. واحنا عرفنا قلنا الكيتون باديز منين اصنعهم، او الماده الاوليه مالته هو عباره عن اسيتال كو اي. اوكي، عم اكون كيتون بادي احتاج اسيتال كو اي. فمن الاسيتال كو اي هو منين يجيني هذا الاسيتال كو اي؟ يا اما من يعني الفاتي اسيد اسوي له بريك داون او اسوي له اوكسيديشن. اوكي، هذا البيتا اوكسيديشن يطلع من عند اسيتال كو اي، او قلنا الكيتوجينيك امينو اسيدز. اوكي، اللي هو عندنا اليوسين واللايسين تحول الى اسيتال كو اي، هذا الاسيتال كو اي بعدين يتحول الى كيتون بودي. الكيتون بودي راح يطلع من الليفر ويتحول من جديد مره ثانيه الى نفسه هو الاسيتال كو اي، وبعدين هذا الاسيتال كو اي قلنا هو مفتاح كريب سايكل، والبرين يبدي يستعمله كسورس اوف انرجي. الوظيفة الخاصة للإنسولين قلنا إنه هو شنو؟ يضم ويتدخر، اللي هو حيكون لنا البروتينات، البروتين سينثيسيس. البروتينات وين يعني تتكون أكثر شيء؟ بالمصل والهيباتوسايت. أوكي، يعني بالمصل والليفر. زين، إنه مثلا عندي ممكن إنه الإنسولين يزيد إنه هو الإنسولين بروموت أمينو أسيد أبتيك.
اوكي، بحيث ادخل الامينو اسيد وبعدين يعني اضمه، او يعني في عملية تكوين البروتينات. والبروتينات هي عبارة عن مجموعة من الامينو اسيد، فاني محتاجة امينو اسيد. اوكي، فهو راح يدخل الامينو اسيد للساز. اوكي، ممكن انه يزيد الاكسبريشن اوف امينو اسيد ترانسبورتر، زين، ويقلل من البروتين كتابوليزم، شيء طبيعي لانه هو احنا قلنا هو يدخر ويضم ما يكسر. اوكي، ما عدا الجلوكوز كسره، زين، فيقلل من البروتين كتابوليزم.